بسم الله الرحمن الرحيم. طاب يومكم مشاهدينا الكرام متابعينا في برنامج الصقارة وحلقة جديدة مع بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور. هذه البطولة التي وصلنا بها إلى سادس الأيام والتي رأينا بها مستويات كبيرة ما بين منافسات العامة. اليوم تابعنا منافسات الجير تبع سواء في الفروخ أو كذلك في الجرانيس ووصل عدد المشاركات إلى 250 طير وارتفع مستوى التحدي في جميع الأشواط الستة في هذا اليوم. فأهلا بكم معنا. كلهم اخوان لكن اذا دخلوا السلاح لا كل واحد يبغى يغلب. الصقاره يعرفون الطير المنجز ويعرفون اداء طير السلوك. وهذا المسباح بعد هذا الخطير. هذا الخطير المسباح. هذا المسباح الخطير. يعني هاي الطيور طبعا ما ودك ينهزمها. ابشر بالخير انت بس دعواتك وابشر بالخير. انت حاري اليوم اللي يضا كاتب ان شاء الله يصير. الناموس الناموس. وكانت مثيرة للغاية في هذا اليوم والذي طفى على السطح الأجواء الأخوية ما بين جميع الصقارين واستمتعنا في الهدد واستمتعنا كذلك بالسوالف ما بين أخواننا الصقارين في هذه الخيمة. في بداية هذا اليوم نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذا الدعم وعلى هذا التنظيم الرائع. ودعوني بداية باسمي وباسمكم أرحب بمحللينا وضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج الصقارة. ونحن على الوعد دائما في مناقشة جميع الهموم التي تمس كل الصقارين لنصل إلى الشفافية التامة في جميع الرياضات كعادة قناة دبي ريسنج. هذه الحلقة خاصة جدا 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 وراح نتكلم عن مواضيع كثيرة تمسكم أنتم مجتمع هذه الرياضة. لهذا وجدت هذه الرياضة، لهذا كان الدعم كبير وسخي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لينتشي في هذه الرياضة ويقدم للعالم بطولة أولى وهي المصنفة الأولى عالميا في رياضة الصيد بالصقور. رياضة تاريخية تراثية ولكن بطابع جديد وبطابع مميز من شيخ المكارم وسيدي سمو الشيخ حمدان في هذه البطولات. نرحب في بداية هذه الحلقة بالسيد سالم بن عتيج الفلاسي نائب الرئيس التنفيذي المهيري نائب الرئيس التنفيذي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزع للصيد بالصقور. مرحبا بك يا ابو محمد. يا مرحبا. كذلك نرحب بالسيد ثاني بن احمد الصلف رئيس لجنه الفرز في بطولات فزع للصيد بالصقور. مرحبا بك. الله يرحمك فضله يا نعم. نرحب بالسيد عبد العزيز بن سلطان ال علي عضو اللجنه المنظمه. حياك الله يا علي. يا مرحبا بك. حمد بوهليبه محلل قناه دبي ريسنج. مرحبا بك. الله يرحبك على فضله يا سام. نرحب كذلك بالشاعر مبارك من ثعيلب المزروعي عضو تحليل قناة دبي ريسنج. مرحبا بك يا ابو هيئ. الله يحييك ويرحبك على فضله. ارحب باخواني المتواجدين ابو عتيج اليوم شرفونا وابو ثاني وابو سعود وابو سنيده. يا مرحبا بهم والله. كذلك راح نرحب بالصقار علي بن شخبوط الكعبي. مرحبا بك ويانا. الله يرحبك على فضله. ونرحب كذلك بالصقار راشد بن محمد المطيوعي. مرحبا بك ويانا. الله يرحبك على فضله يا صام. نعم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بأول التقارير وما حدث في هذا الصباح من منافسات مثيرة وممتعة في بطولات فخر الأجيال للصيد بالصقور وفئة الجير تبع سواء على رمز الفروخ أو كذلك رمز الجرانيس. نتابع. كلهم أخوان لكن إذا دخلوا السلاح لا كل واحد يبغى يغلب ولا ما برا كلهم ما شاء الله. يعني انت تشوفهم يقعدون رباعه ويصيرون رباعه ويدعون رباعه لكن لو يوف السلاح لا والله كل واحد وده هو اللي يفوز. والله طال عمرك صعب الترشيح لكن بسير في حميد الطاير. الله يوفقه. حميد الطاير. نعم طيره قوي طال عمرك وطيره طال عمرك ما يتنازل احيد ما يتنازل ولو قشي خطير بس ما اعتقد يعني ولا في يعني اني ودي انزل من مستوى لكن ما اعتقد انه في 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 نفس في نفس سرعه هاي الاثنين لاني انا شفت انها تواجه اثنين ابو ظبي هيله واحد ثاني واحد كان واحد ثاني اعتقد وواحد الاول. ان شاء الله انه طير نزيل وان شاء الله انه ما يفرط من المثلث ولا الاول ولا نحن بالاول ان شاء الله. كيف ولا الاول ولا خلاص اشوفك تنازل. لا ما تنازل اقول لكم مثلث ان شاء الله محاولين. انا في والله طيور لو برشح لك طير
اختفي عن انظار العالم يرشحونه اللي هو طير حاضر اسمه حاضر عند المزروعي نعم بالمذكر وك رشح المزروعي عادي والله الترشيح طال عمرك نصب على المين ايمن وعلى سالم بن ناصر وعلى طال عمرك طير عند المزروعي شو اسمه حاضر نعم وعند حميد الطاير خمسة ستة طيور اللي يعني ثابتات وجودهن لا يبعد الانظار لا لقيش زين لكن نخرب مشكلة عند حميد ورمزت الميان انا هناك من غبة البحر لكن ارشح المين المين اليوم ان شاء الله جاي ما عنده انتحاري اليوم اربع اسماء عندك حميد الطاير وعندك سالم وعندك المين طير حميد راشد وعندك حاضر بعد خلفان بطي وحميد راشد وسالم بن مذكر هم ابطال مثل خلفان بطي مثل سالم ومحمد خليفه هاي لا يعني هم ومحمد راشد هاي لا ابطال يعني ومن بينهم هم ارواحهم نادر يجيهم واحد يعني حاضر مرشح وهدد الاخير ان شاء الله كله بيد رب العالمين شحينه ترى نعم ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله بيوفقنا. جاهز الطير ان شاء الله نجاهز زاد الهواء برايك ان شاء الله ان شاء الله اللي الله كاتبنا بيصير تجعينك ترى كثيره اللي الله كاتبنا ان شاء الله بيصير مع ثاني ايام فئه العامه ضمن بطوله فخر الاجيال لبطولات فزاع للصيد بالصقور ومع اولى الانطلاقات الصباحيه للصقار حميد راشد المنصوري استطاع ان يضع رقما صعبا في اولى الرموز وحجز مركزا في اشواط النخبه بزمن وقدره 18 ثانية و83 جزءا من الثانية والله شو اسوي الطير الحمد لله طير طيب وهذا بعد يرشح لنا خلفان بطي نعم وخلفان بعد تدري من يرشح طير الله يبارك الله يطلع فيه البركة نعم قالوا لي السر في المصباح بعد المصباح والله تعرف المصباح هذا لازم شوي الواحد يذكر الله ويستغفر وهذا وهذا مصباح بعد هذا الخطير هذا الخطير المصباح هذا المصباح الخطير هذا ابو النواميس بس سمعكم شيء لحظه دقيقه بس لازم تحط عصام في هذا طال عمرك العالم تحسب اسمه المين هذا المين المين هذا هاي منطقه في السلع لان الطير جاي من عندها للسلع حرى ايمن لا 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 هذا الطير المين ويستاهلونها للسلع الطير شو اسمه اليمن او الايمن ايمن هذا اخونا المعلق ناصر ناموس الناموس الناموس حقكم خير هذا واحد ينومس بعمره وهي هذا يرد على عمره مشكور يا عصام مشكور ومع ثاني الانطلاقات وأحد المرشحين للمنافسة على رمز الفروخ بشعار محمد خلفان بطي القبيسي مع هذا الصقار المميز خلفان بطي القبيسي انتزع رهيب ثاني المراكز بأداء ملفت بزمن وقدره 18 ثانية و367 جزءا من الثانية وتمركز خالد ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري مع الصقار المتميز سالم بن مذكر الهاجري في ثالث المراكز بسرعة كبيرة وحقق زمنا وقدره 18 ثانية و454 جزءا من الثانية وفي ثاني أشواط الجيرات التبوع لفئة الفروخ لم يدع الصقار مطر خلف عيد بالجافلة المنصوري المركز الأول حيث حقق زمنا وقدره 18 ثانية و708 أجزاء من الثانية أما في ثاني المراكز في هذا الشوط ذهب من نصيب الصقار علي شخبوط علي سعيد الكعبي بأداء ملفت بزمن وقدره 18 ثانية و794 جزءا من الثانية وعن ثالث المراكز في هذا الشوط استطاع الصقار عبيد سيف خليفة بن سمح الشامسي أن ينتزع الكرسي الأخير لضمان التأهل لأشواط النخبة وحقق زمنا وقدره 18 ثانية و856 جزءا من الثانية وفي الشوط النقدي لفئة الفروخ استطاع الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بآخر مشاركاته أن يختلف عن باقي المشاركين ويكسر تيم 19 مع النمساوي وينتزع المركز الأول بزمن وقدره 18 ثانية و580 جزءا من الثانية واستطاع الصقار غانم خلفان عبد الله زايد بو حميد المزروعي بأداء مميز أن يحبس الأنفاس ويحل على ثاني المراكز بزمن وقدره 19 ثانية و38 جزءا من الثانية وبعد هذه المنافسة القوية وقبل الختام كان ثالث المراكز من نصيب الصقار محمد سعيد سهيل المنصوري حيث حقق زمنا وقدره 19 ثانية و80 جزء من الثانية والله الأجواء على ما تحب كل شيء على ما يرام
ترى مرشحينك ها؟ مرشحينك. ابشر بالخير، انت بس دعواتك وابشر بالخير. الله يوفقك. والله اتمنى هجرس. هجرس؟ نعم. ليش؟ يا اخي طير الله يبارك فيه ويسلمه طير بطل. يعني هاي الطيور طبعا ما ودك ينهزمن. والله ما ودك ينهزمن صراحة يعني. هجرس. هجرس؟ نعم. الكل صاير يا هجرس، شو السبب؟ طال عمرك اسمه قوي. اسمه قوي. هجرس ولد الأسد. ما يحتاج، هجرس. هجرس. نعم. كل ما اتفق عليه. كل ما اتفق عليه لأن الصقارة يعرفون الطير المنجز ويعرفون أداء طير السبوك. مثل هجرس ما أدري. هجرس. 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 وهو طير سبوك بس مو ولا طيرها نفسه رمز. غريب. غريب مرشح عند الشارس عند سالم بن ناصر. الطيور براشد في الرمز. طير براشد. عند المهري سالم وعند مبارك سالم. هجرس تعبان. رمز الثاني عند سالم. عدلها عاد. عند الشرس رمز الثاني. طير حميد راشد هجرس وطير سالم بن ناصر. ولا بد أن تشتد المنافسة في رمز القرانيس وبعد السجال بين الصقارين وتفاوت الترتيب على المراكز الأولى أبا مبارك سالم أحمد محمد المرر إلا أن يكون هو على منصة التتويج على المركز الأول وأول المتأهلين من هذا الشوط إلى أشواط النخبة مع F1 بزمن وقدره 17 ثانية و149 جزء من الثانية. ولم يرضى الصقار سالم بن مذكر بشعار خالد ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري إلا أن يسجل اسمه في هذا الشوط مع حدث على ثاني المراكز بزمن وقدره 17 ثانية و189 جزء من الثانية. وبعد اشتداد المنافسة على آخر المتأهلين لأشواط النخبة في هذا الشوط حل الموس لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري على ثالث المراكز بزمن وقدره 17 ثانية و256 جزء من الثانية. أما في الشوط الرئيسي الخامس للقرانيس استطاع بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي انتزاع المركز الأول بأداء ملفت وكسر حاجز 17 ثانية بزمن وقدره 16 ثانية و698 جزء من الثانية. واستطاع الصقار سلطان راشد المنصوري أن يعبر إلى أشواط النخبة عبر حصوله على ثاني المراكز وحقق زمنا وقدره 17 ثانية و60 جزء من الثانية. ولم يبقى إلا ثالث المراكز في هذا الشوط للتأهل إلى أشواط النخبة حيث وضع الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بصمته الأخيرة في هذا الشوط وحقق زمنا وقدره 17 ثانية و74 جزءا من الثانية. وفي سادس الأشواط لهذا اليوم والشوط النقدي للقرانيس استطاع آخر المشاركين في هذا الشوط أن يخطف أنفاس الجميع بعد الانطلاقة وجميع العيون تترقب وانتزع المركز الأول بأداء فاق التوقع وحقق زمنا وقدره 17 ثانية و686 جزءا من الثانية. واستطاع الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي انتزاع ثاني المراكز حيث حقق زمنا وقدره 17 ثانية و796 جزءا من الثانية. وتمركز الصقار علي شخبوط علي سعيد الكعبي في ثالث المراكز ليصل إلى منصة التتويج بزمن وقدره 17 ثانية و993 جزءا من الثانية. وهكذا نختتم هذا اليوم مع هذه الأجواء الحماسية بانتظار انطلاقة يوم جديد ومنافسة جديدة. نقول الناموس لكل من سبق وحقق المركز الأول. ذهبت السلامات في أول الرموز لهالي غياثي في المنطقة الغربية وحميد بن راشد المنصوري مع المين. المين طير ما شاء الله تبارك الرحمن مميز ومبدع وحقق هذا الرمز بزمن وقدر 18.83 من ألف جزء من الثانية وأداء مميز. نبارك لحميد ونقول له الناموس. نبارك كذلك لكل من شارك في هذا الرمز. نرحب انضم إلينا في هذه اللحظات أيضا السيد سعيد الملعاي عضو لجنة فرز الطيور. مرحبا بك يعني يا سعيد. يا مرحبا سهلا. حمد إنجاز مميز لحميد وحقق المركز الأول في هذا اليوم. شوط رمز كان مهم أنه يضع نقطة إيجابية له حميد راشد المنصوري.
اليمن مين مين طير لا مو باليمن المين 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 عدلت نعم غني عن نقول حق حميد شوي سهل لنا الاسماء شو معنى المين ما ادري هاي منطقه منطقه وسيح سيح على حدود منطقه السلع هي على حدود الامارات السعوديه حدود المال يعني منطقه نعم منطقه افا يا حمد ما تعرف ما ندلل احنا هنا ما تصير غربا طيب ناموس غالي وخذ الرمح نعم هذا طير قوي ومرشح بس البارحه ما حد رشحه كانت لا حتى هو ما رشح لا نبعد نبعد نخوز العين نخوز عنه لا هو اللي كان مرشح صراحه من بين الوقيشي ومن بين طير سالم مذكى وين ثاني وثالث نعم ين ثاني ين ثاني ثالث ما راح نبعد عنه وهو من الطيور المرشح لكن هو الطير هذا جاي ثاني على الكاس ترى طير حميد راشد دايم يعودنا انه يخوز يسار يفوز نعم يسار صحيح. اكثر مساراته يعني نعم لكن اليوم الله وفقه وهذا الطير ما شاء الله شوف شوف طياره ما شاء الله تبارك الرحمن تراه يا ثاني على الكاس في ابو ظبي ويا رابع على الرمز في دبي نعم طير خطير هذا يستاهل يستاهل ما شاء الله تبارك الله واول طير انهد اول طير اول طير انهد ومثل ما اقول لك انا الجو اليوم ساعد الطيور ونهني حميد راشد الطوفان الغربي ويقول حياه احمد بالكندي سق الله غياثي من قنيف الوسام يدوم عسى كل عام مطر السحب يسقيها ان شاء الله بالنواميس وبالسحب وبالغيوم يستاهل فراشد السلامات ونهنيه على هذا الانجاز والطير مثل ما قلت له انجازات قويه وكان من ضمن الطيور المرشحه لكن حميد راشد يبغى يبعد الانظار عنه يبعد الانظار اي نعم انا سالته للامانه لكن بدون الميكروفون قال لي مو بجاهز الطير الطير مثل ما اقول لك انا الطير هو كل لان اتجاهاته دائما ياخذ يسار ياخذ نعم. يسار ينحرف فاللي ينحرف خص في دبي هنا عندنا على عامل الطبيعه والجو يضيع ما هم مثل ابو ظبي الطيور اكثرها دابر فيساعدها عادي لو يصير لو يخوز يسار ولا يمين ما عندك مشكله حتى لو يرتفع فوق اما هني اللي الطير اللي يضيع شيء بسيط راح عليها الشوط بس يمكن بعد لازمنا بعد نعم ولازم تكون في سيح المين بعد في سيح المين لا اكيد وهالمين يطالبونه حتى لو سمعتوا المقطع انتم اللي عند خلفان بطي راعي الطير الناموس الناموس تستحقون تستحقون خير تستحقون خير بنفسه بروحه راعي الطير اللي هو بايع الطير على مراشد التسجيل اللي عنده يستاهل وعلو. يستاهل بس عامل الطبيعه ما تغير الصبح نعم الهواء 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 كان اشد الصبح كان 13 محمد 13 وزاد الفروخ كان 13 بعدين قالوا لي وصلنا 17 نزل خلاف عقب نزل خلاف نزل من الساعه 11 لا طيور الرمز بس لا طيور الرمز طيور الرمز نعم كان 13 كان 13 على طيور الرمز كان 13 ثبت على 13 ما زاد عليه الطيور 13 كلنا 18 طير في شوط الرمز نهدنا كلنا كانت سرعه الرياح 13 يعني ما تغير. انا كنت متابع الشيء 18 طير يعني 18 طير يعني مو بالوقت الكبير يمكن لا لا لا. 20 او اقل من 20 دقيقه هدينا الطيور ابو محمد الشوط الثاني مطر خلاف بن عيد بالجافله حقق المركز الاول بزمن مقدر 18.708 جزء من الثاني مع الشمق بعيسى ونهنيه على هذا الانجاز في الشوط الرئيسي للفروخ وانجاز كان مميز وادائه كان يعني حتى خالف الترشيحات يوم امس ومرشح لكن بعد ما كان في تركيز كبير على اليوم نعم طير المطار الصام نعم دخل مره في الفلاح وفاز نعم ولكن من هذاك اليوم هو في مره تعب الطير المطار وكان مراجعات قبل السباق أظني بعشرة أيام وقف العلاج وتمرين عادي نعم يقول هو البارحة ياب تيم عندي ويعني حتى قبل اللي يدخلونه فدخلوه في الصوت هذا نعم مطر ما شاء الله مجتهد ومطر ينتقي الطير وهذه أظني أول سنة لها سالم باسمه إن شاء الله بسم نعم. بس هو نعم. في الفريق هو موجود لكن السنة دخل باسمه أي فريق؟ فريق أحمد خلاف فريق خوف. أحمد خلاف يعني إخوانهم وكذا واحد نعم تمرين طيورهم و رباعة نعم. لكن السنة هذه سوى نقطتين هذا الطير وما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن السنة ما شاء الله مطر روحه مجتهد يعني نعم بكتر. نعم والله وفقه نهنيه ونقول له الناموس لكن استاهل. في طير اسمه دود فرزة لعلبش خبوط الكعبي كان أول سيدامونس
هو اسمه قبل سيدامون اسمه بالانجليزي الأولية. بالعربي حتى انكم تعرفونه فهو اسمه دود فرسه. دود فرسه فما شاء الله توفق اليوم ونبارك له ترانا يستاهل. نعم يستاهل يقولون باع بعد الثاني نعم يستاهل. انتقلت من كيت انتقلت من كيت والله يستاهل. الحمد لله هني احمد خلف ومطر وانا الثاني الحمد لله رب العالمين يستاهل. وبعت لكن انت الثاني وبعت ما شاء الله نصيب يعني نصيب نصيب علي يستاهل والبارك حق الاشتراك. انا مبارك الله يوفق لنا. انا يعني يعني لو اقول ما اقول في علي علي له نظره في الطيور والطير اللي يشتريه له مستقبل عنده وعند اللي بيشتريه عنده ما شاء الله علي مالك زود مالك زود. اغلبنا في الترشيحات ترى غالبنا دائما في الترشيحات. نروح لشوطنا الرئيسي مبارك بن سالم المرر حقق الشوط الرئيسي ورمز الجرانيز في فئة الجير تبع جرناس والزمن كان خطير للأمانة 17.149 جزء من الثاني. نقول له الناموس على هذا الإنجاز الكبير. بوهية مبارك بن سالم المرر خذ يعلنون بانة مزون يسقي الظفرة ويرويها نهنيهم هل الظفرة هل الظفرة ما شاء الله خذوا الرموز. يستاهل ابو سالم يستاهل ابو سالم هذا الانجاز الطيب وله بغريب عليه سالم عليه انجازات قويه هو هو الفريق اللي معاه راشد بن علي المهري كذلك بعد نهنيه بالناموس وبيض الله وجه ابو سنيد على التحضير الطيب هذا والطير مرشح وله انجازات والبارحه اعتقد ان حميد راشد رشح الطير هذا أو لا انا رشحته ولا مبا انت انا بس رحت. انا روحي نعم. ما حد رشحه روحك صحيح. اي نعم يعني الطير بعد من الطيور المرشحه هو مرشح لا بس اول ايامه ما كان صاحي اظني الطير كم نخبه ماخذ الطير هذا فخر الاجيال هذا لا لا السنه اول موسم ما كان جاهز الطير هذا تبع يعني حتى ما شفنا البطولات اللي قبل قويه في ابو ظبي امس شارك مشاركه قويه ايه في ابو ظبي اي نعم واليوم فهو يمكن شوي هذا اللي خلانا بعد نبتعد عن ترشيح الطير والطير اللي كنا حاطين عليه الترشيحات اليوم ما حالف الحظ ولا انطلق في الشوط اللي هو طير اللي هو هجرس نعم. بعد من الطيور القويه اللي نحسب لها ألف حساب شو السبب التيم لا ليه ما طلع الطير ما طار من اليد ما طار من يد احمد راشد خلص الوقت هذا ما انتقل هذا انجازات هذا الطير ما قسم الكرام الاول في فخر الاجيال 2017 الاول في ختام بطولات فزاع في نفس الموسم والثاني على النخبه في نفس الموسم ما شاء الله تبارك الرحمن طير مميز. ننتقل مباشره لشوطنا الرئيسي جير تبع جرناس والشوط الرئيسي مبارك لبطي بن احمد بن الشيخ مجرن حقق المركز الاول وكان توقيته خطير ايضا 16.9 يعني سبحان الله توقيته كان مميز. لو هدى بطي ما نعرف نحن شو ظروف الجو او الهواء لو هدى كان في الشوط في شوط الرمز ممكن كان يكون اداء خطير. بوليبه نقول نعم والله هذا الطير انا ما اعرف شو من الطيور ها طير بطي نعم. حتى فاجاني ياني بطي داخل قال لي هذا جرناس يبغى يقص علي راويه بيحفزوني يبغون مبطايع يصير نعم قال بس ان شاء الله بيدي في الميدان نعم. شوف بطي بن احمد اداء هذا الطير عنده في المركز الاول في فخر الاجيال وكذلك عنده مركز ثاني على السياره في بطولات فزاع للصيد بالصقور. بوهية اداءه ممتاز لاحظ من بدا وسيره بشكل صحيح. نحن صراحه بطي بن مجرن دائما يحضر طيور يحضر الطير النخبه إذا ما فاز بالشوط نافس على الشوط وكان في المثلث الذهبي ما بعيد عن المثلث الذهبي ولا نستغرب حتى نتمنى أكثر الشقاقير يحتذون بنفسه نعم صحيح خاصة يعني في أشواط الرمز أشواط الرمز نحن كنا البارحة نتكلم عن أشواط الرمز ما يخب وايد طير طيرين بس في الشوط قد رمز قد الرمز إذا ما يرمي يأخذ رمز على الأقل ما ينزل من الثلاث الوايد على الأقل البارحة بطي عنده طير كسر تيم الرمز في الشوط الرئيسي هده وكسر شوط الرمز ممكن الريال يعني الطير كان عقب مرض او عقب مقناص يدخل هو مأكد على الشوط نعم وكسر تيم الشوط كامل هو في النخبه يأهل حق النخبه اهل النخبه واليوم كان يخوز عن الشوط الرئيسي عشان ياخذ كاس لان اول ثلاثه المراكز الثلاثه الاولى تروح للنخبه صح حسب شيء تلقاه يخوز يضمن الشوط صحيح يضمن الشوط صحيح نهني على بهذا الانجاز طيب. انتهينا مشاهدين الكرام من مشاركات هذا اليوم ننتقل كذلك لقرعة يوم غد في فئة البيور جير
فرخ وأول الرموز يوم غد، معنا 14 مشاركة في الرمز الأول، ومشاركة البيورات مشاركة الملكية التي دائما ما تكون فيها المنافسة مثيرة والمنافسة كبيرة. أبو محمد، البيورات خاصة للعامة المنافسة تكون فيها شديدة في هذه الفئة. نحن بخصوص البيورات ما عندنا خلفية وايد عن البيورات، نعم، بس عندنا طير بن حريز، نعم، هو اللي هو ظلام أعتقد، نعم. ظلام ظلام هو طير ثابت هذا ما شاء الله، بيروح ثالث مشاركة ثالثة، وأتوقع له ونتمنى لكل التوفيق إن شاء الله. نعم، بيروح مشاركة ثالثة، نعم، ماخذ المحلية، هو ماخذ طير مو بسيط معروف، نعم. بترشحون اخواني، ترى الترشيح مفتوح، احنا بنعفيكم اللي في اللجنه، لكن اذا بترشحون ما عندنا مشكله. انا عندي ولا بصوره الباقين، انا عند ظلام. بتروح يا ظلام؟ نعم. سعيد ملعب بعد ظلام. ابو احمد، ما اعرف صراحه، ما اقدر اقول لك، اروح معنا. روح مع ظلام. اسمع انه طير سبوك، والله هذا طير سبوك وطير ثابت، نعم. وثابت ان شاء الله، نعم، طير سبوك، نعم. وثابت، ما خلص كاس رئيس الدوله، ولا بصوره على الطيور الباقيه. طير سبوك عصام إذا ما صابت خله، نعم، ويا في سون نفس سون ربعة بيسبق، نعم. أي ما في خلاف، لكن دائما طير سبوك، أما صابت خله طالع عمرك ولا تغير عليه سون الهواء، صحيح. ممكن أنه يأثر عليه، نعم. وحتى لو تغير سون الهواء بعد طير سبوك بينافس السباق، يدخل ما يكون خطر عليه، نعم. نعم. أبو سعود، بترشح هذه أسماء الطيور المشاركة معنا مشاهدينا الكرام، 14 اسم واضح أمامكم على الشاشة، تفضل أبو سعود. والله الرشح إن شاء الله الطير القوي الجاهز لله المنافسة، واللي برشحه الله أعلم به اللي بيفوز بالرمز. لا نقول الطير القوي على كل شكل ويستاهل، راعي الطير يستاهل، نعم، الكل يستاهل، الله يوفقه، والله الكل يستاهل، 11 طير كلهم يستاهلون، كل مجتهد، كل طيور سبق والله. حمد، شو ترشيحك؟ بس ويا رقم 12، رقم 12 حسين ناصر لوتا. حسين ناصر لوتا، ليش رشحت؟ صحيح، حط توقيت قوي عندنا في ابو ظبي، حط توقيت قوي في ابو ظبي، كان خطير لو شارك في الرمز في امل انه ياخذ الرمز. نعم، توقعاتي والله اعلم. نعم، رقم 12 حسين ناصر لوتا. بهي ترشح باتر، الجو بيكون غيم، نعم، باذن الله الواحد الاحد، وظلام بيسفر في سماء الرويه، نعم، ظلام مع ابو هيا. مخرجنا بعد لحظات عرض لنا درجات الحرارة المتوقعة وسرعة الرياح ليوم غد، متوقع ونشكر مركز والله الجوي والجلازة على ظلام، من أثبت الطيور الموسم هذا، هو ثابت ما شاء الله عليه، هو ثابت طير مع ظلام علي مشخب، علي الله يوفقكم أجمعين، شجاع يظل السبق مع شجاع. رقم 8 محمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، نعم، ليش رشح شجاع؟ مو بعادي نعم. عندك معلومات عنه؟ نعم، فايز في ابو ظبي امس، ماخذ رمز. ابو عيسى، ترشيحك؟ الشوط هذا عصام تعرفون وزنه، وفيه 5 من اقوى الطيور، نعم، السنه فيه 2 يبات نفس التيم في ابو ظبي، اللي هو طير حسين لوتا جاب 16,800، نعم، والطير الثاني اللي هو ذهب طير محمد خلفان القبيسي، محمد خلفان القبيسي، نعم، بطي القبيسي، نعم، نعم، خلفان بطي، والباقيات مو بعيد 16,917 اللي وانا اسير هي ذهب. باكر يا حبيب العين، انا اسير يا ذهب، بتروح مع ذهب، نعم. رقم 6 محمد، نعم، خلفان بطي سالم القبيسي، نعم، مع ذهب. هذه ترشيحاتنا مشاهدينا الكرام لشوط الرمز، الله يوفق الجميع ونتمنى لهم جميعا التوفيق. نشوف كذلك كشف أسماء الشوط الثاني، وهو الشوط الرئيسي لفئة البيور جير فرخ، والعدد وصل عندنا 50 طير في هذه الفئة وفي شوطنا الثاني. بنبدأ وياك حمد بوهليبة، شو رأيك ترشيح في هذا الشوط؟ زين، نبدأ وياك، بصير ويا لطام، رقمه 5 عند بن حريز، عند بن حريز رقمه 50 5 نعم، لكن بنوه باكر مشاهدينا الكرام درجات الحراره راح تكون بحد اقصى توصل ل 27، الرطوبه
خمسة العظمى طبعا 27 رطوبة 65 سرعة الرياح 22 والرؤية 8 كيلومترات سرعة كبيرة باكر ممكن يلغي السباق بعد باكر مو محمد الكبار 12 سلندر ما عليه باكر تسوء الأحوال وينلغي السباق يعلم الله يعلم الله لكن نشكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على هذه على حالة الطقس وعلى كذلك التعاون اللامحدود مع مركز حمدان بن محمد لحياة التراث وبطولة فزاع ومع كذلك برنامج الصقارة نشكرهم من تكلمناهم مباشرة عطونا التوقع ليوم غد أتوقع أبو هليبة راح تغير ترشيحك باكر هو لا ما غير ترشيحك هذه الأسماء التي ستشارك معنا يوم غد 50 تروح مع رقم 5 رطام نعم أبو هيا رطام هو هي. والله الطيور هني كلها قوية ونتمنى التوفيق للجميع أنا بصير مع من بين 11 ومن بين 8 أو بين مياس نعم حط مياس اتش ال 17 مياس تروح مع مياس طير وطير حسين لو تاهو بيكون باكر يعني اليوم مياس. الرموز ذهبت الى الظفره بيستمرون هاي الظفره ترى وخطيرين باكر الرمز بيكون في دبي في دبي نعم علي لطام تروح مع لطام نعم رقم 5 بعيسى الشوط هذا بعد مو بسيط نعم الشوط هذا انا حصلت فيه ثلاثه في أول صفحة واللي هو الطام وعنبرو والضاح نعم وسير هي رقم 17 رقم 17 عبد الله خلفان بطي سالم القبيسي مع عنبرو عنبرو أبو محمد بترجحون ويا أبو هليبة ويا أبو هليبة رقم 5 سيف حريز للطام سعيد والله لو تاه وميص لو تاه لو تاه طيب لو تاه نعم وميز طير مميز لحسين نعم. ناصر باللوتا شوف باكر التغيير اللي هو شيء من الطيور يقطع في الهواء نعم ما تقدر تاخذ عليه لكن اذا استوت الدوق يعني ماشي هو بعض الطيور ما يقطع لكن شيء من الطيور يشيخ في الهواء صح قطع هم واحد الطيور هم واحد الطيور والوزن يفرق صح ديورات بعد وزن فيها وهذا توفيق من الله توفيق من الله ابو نعم. احمد ما يصير معي شيء لاني ما اعرفهم صراحه ما تصير ابدا ولا شفت لنا شيء هالطيور نعم وبتصير مع القوي ابو سعود اتوقع نعم نعم انا مره هاتشي كل الطيور عارفين ترشيحك لا لا الفايز دبلوماسيه عند ابو سعود لا والله ركز تدري تركيزك هي في شيء معين لا بنيك احب نخلص ترشيحات وبني التركيز بنتكلم عن نقطه مهمه مشاهدينا الكرام اليوم هذا شوط أنا شوط البيور جير فارخ والشوط الرئيسي ننتقل مباشرة للشوط الرابع وهو شوط الرمز في فئة البيور جير جرناس معنا فقط 9 أسماء في هذا الشوط يعني شوط خطير خطير شوط خطير نبدأ من عندك بهاية نخبة الطيور معروف الشوط هذا وإذا بتسألني عن الترشيح متجه هذا يقول يتني الرسالة وبالحال هفيت هفت وهيبي يوم يا سلام الهودة جماعة روح الهودة يا الوهيبي الوهيبي يستاهل هفت نحن عندنا هالعمان هذيلا هالوهيبة يوم يفوق ما يخليها تفور الدلة يهف أول واحد هذا شوطه إن الله يوفقه إن شاء الله نشكر خلوان على هذا الاسم أنا أقول لك يعني يتني الرسالة وبالحال هفت وهيبي يوم فارن دلالة ترشيحي على الوهيبي على الوهيبي علي ترشيحي عزام تروح مع عزام ومو بسيط عزام صراحة أبو عيسى طبعا الوهيبي ما يحتاج كلام ما يحتاج المفروض هذا ما نتناقش فيه الشوط ما نتناقش في الوهيبي مع البطل صحيح مع البطل ها بطل صراحة ونحن نتمنى هذا ما حد ما يرشح الطير معروف هذا طير معروف الوهيبي انا بعطيك فكرة بس عزام غالبنا يا طبعا لا هذا اتوقع لكن هذا الطير هذا الطير اللي احنا نعرفه لكن هالطير بارز ممكن يكون سباق بس ما نعرفه والله طير بارز و عصام اذا يعني يا ثاني بارز ولا الوهيبي يعني أظني جماهير الطيور نعم. تكون حزينة باكر نعم. تدي غلب عزام لا 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 نتمنى له يعني عزام يكون له اسطوره له اسطوره اسطوره بسعود كالعاده ولا بترشح الوهيبي لا الحين الوهيبي اشكرك بسعود حمد براق تروح مع براق
عن سيف بن حريث. يا ابو سعود ما نوصيك باشر. ليش رحت مع براد؟ في التيم. ها ها ما حد يسبق الريبي. ما له علاقه بسعود. بسعود جا... لا لا بسعود ابويا شغلته ثانيه. شغلته ايمن سعود نعم باكر يتخصص باكر خدع مع ابو عيسى باكر خدع مطلع نعذره عن المفروض بسعود يعذره باكر حبزان. لكن بسعود ترى موثق عمره بكاميرات وشاشات بنشوفها الحين كاميرات والشاشات هذه. احنا بعد موصين الرياق الناس حذر اعصاب في خلوه ست كاميرات اظن ياب الخورق هو اعصاب هذا مو طير الله يقول وهي طير مرشح وطير الشعب كلي الحبوز اكيد هاي المشكله صح وطير الجمهور كل اللي يطالب نحن نتمنى ان نرى شوط ناري كلها سواسيه لكن الوهيبي اكثر شعبيه بالنسبه لانجازاته لكن نتمنى التسعه اللي بنشوفهم في الرمز ان يكون العيايز العيايز على قولت ابو علي العيايز تعال انا مناري بيكون حبس انفاس حبس انفاس للامتار الاخيره الله يوفق خلفان بطي يوفق سيف حريز يوفق الجميع ان شاء الله انس كذلك وناصر المزروعي واحمد محمد المزروعي وحمدان سعيد يابر وسيف بن حريز وسعيد هلال كذلك وانس الاصلي الله يوفقهم جميع نتمنى ان نرى شوط في حبس الانفاس وناري ننتقل نشوف كذلك مشاركات شوطنا الرئيسي للجرناس في 38 طير بيشارك معنا حمد بوهليبه نبدا معك الترشيح لاخر اشواطنا في يوم غد رقم 12 نشوان خالد مذكر خالد مذكر عندنا نشوان بوهيه يستاهل ترشيح نشوان بعد نشوان 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 نعم نشوان نشوان اه بالمذكر كله نعم روح بالمذكر نشوان صحيح نشوان صحيح راسهم يعرفون الرب حشر مع الناس معاهم ما انا ما اعرف معاهم الله عليك الله نشوان طير سبوق الصراحه لا نعم نشوان ترشيح الشوط الرئيسي مشاهدينا الكرام عندنا 38 طير في هذا الشوط 20 اسم امامنا نتابعها وكذلك نعم حق ناصر المذكر لا يغبش منك وقت الطير نعم يطلع منك يدعف الوثبة ولا هني يدعف يجيب من الساعة 2 ما يرقد الطير نعم صبح بهني وخلي في العدل ما يرقد لا تقول انا اقول اسلوب راجل راعي وبراجل في طير بس سوى شغل اذا يتم عليه احنا بابا يسرح منك الساعة 6 بس مو بعارف انا اي طير منها الساعة 6 بيوصل سالم ما يرقد مو ما يرقد مو ما يرقد مو سالم في اسبوع اظن يرقد يوم واحد ما عندهم وعي بيكون في طير عند خلفان شافي بعد من الطيور القويه كان ينهد باسم حسين لوتا اعتقد انه تبدل باسمه باسم كان ينهد باسم حسين لوتا والله اني مو بعارف اسم الطير ذهب اظني لا لا ذهب الرقم ما تعرفه ناس هذا بعد من الطيور القويه طير خلفان شافي كان ذهب نعم ينحسب الحساب الله يوفقهم جميع يوم غد مشاهدينا الكرام أخذنا توقعات يوم غد والله يوفق جميع الصقار فاصل ومن بعد هذا الفاصل راح نبدأ برنامجنا نحن اللي علينا سويناه من ناحية تكلمنا عن اللي فازوا اليوم وتكلمنا عن الترشيحات يوم غد فاصل ومن بعده بنبدأ في محورين مهمين محورين تهم هذه المحاور جميع صقاري الصقارين الذين يشاركون في جميع البطولات بطولات فزاع بطولة فخر الأجيال فاصل ومن بعده نبدأ الحوار والنقاش
عقب بنعرض أربع دقائق. إذا المشاهدين الكرام بنتكلم في أول مواضيعنا في هذه الحلقة عن موضوع دز الطير، هذا الموضوع اللي يمكن شغل اهتمام الجميع، وللأمانة توجهت عن المسؤول عن مسؤول أو أحد أعضاء اللجنة عبد العزيز بن سلطان آل علي، وحاولت أني أستفسر منه. للأمانة اللجنة، رئيس اللجنة المنظمة شيبة بن سويدان، نائب رئيس اللجنة المنظمة سالم بن عتيج، أعضاء اللجنة المنظمة، الجميع تعاون معي تعاون لا محدود. ناقشنا وقلنا لازم أن نحن نوضح الصورة أمام المشاهد الكريم بالشكل الإيجابي، لأن هذا قانون ويجب أن نتعاون ونتعامل معاه بالشكل الصحيح، ونطرح كذلك آراءنا. يمكن الصقارين عندهم بعض الآراء عن هذا القانون، لكن اليوم اللجنة المنظمة نشكرهم جميعا أنهم تواجدوا معنا، بيردون على كل أسئلتكم واستفساراتكم. عندي رقم واتساب، اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار يرسل على الواتساب وراح نقرأ جميع الاستفسارات، ورقم الواتساب واضح أمامكم على الشاشة 0582200292. اللي يبغى يتواصل يرسل استفساره 990، اللي يبغى يتواصل يرسل استفساره وإن شاء الله راح نقرأ جميع الاستفسارات. بسعود، نعم، ما يخفى عليك كثير يسألون عن موضوع دز الطير وكثرة الأسئلة عن هذا الموضوع، أبا نوضح القانون بالشكل الصحيح لجميع متابعي برنامج الصقارة. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون طعمك يقول عدم دفع الطير وعدم عمل أي حركة توحي بالدفع، مجرد إيحاء بالدفع نحن نراجعها، إذا كانت مؤثرة في انطلاقة الطير يعرض على اللجنة. نعم. ويتم التصويت على نتيجة الطير. إذا راجعناها كمراجع أولي وشفناها ما فيها ولا أثرت في انطلاقة الطير ولا في قومة الطير، هذه خلاص أجزناها، ما تستمع إليه اللجنة. نعم. وفي حالة طبعا الإيحاء كيف؟ يعني ممكن يحط يده مخرجنا أباك تركز على يد أبو سعود، يعني ممكن يحرك يده بحركة بسيطة، هو في مخيلته أن هذه ما أثرت. نعم. أو أن بتقول هو بيقول شيء يمكن ما أثرت، لكن يوم نرجع لأنت حسب الأجهزة اللي أنت شفتها ونرجع ونعيدها على أربع شاشات وأربع سرعات متوفرة عندنا، وإذا ثبت فيها شك أو شفنا فيها شك عدناها، اجتمعت اللجنة في نهاية كل شوط وقررت. مرات تجتمع مثلا في نهاية الأشواط كلها وتقرر الملاحظات اللي موجودة. طيب عندنا، أنا أفضل نأخذ تقرير. تفضل. نأخذ التقرير. نعم. ومن بعده بيكون يمكن الحوار راح يشمل جميع أيضا ضيوفي في هذا الاستوديو. تقرير عن موضوع الدز وكيف تكتشف اللجنة المنظمة والمسؤولين عن هذا الموضوع الصقار يوم دز، كيف يعرفون كيف يعيدون، كل هذه التفاصيل في هذا التقرير نتابع. بنتوجه إلى لجنة دز الطير وبنعرف كيف آلية العمل. كثير من الصقارين يقولوا والله ظلموني أنا دزيت، أمور كثيرة، لكن نحن قلنا نبغى نتوجه للجنة نعرف كيف يشتغلون عشان نوضح هذا الموضوع لكم أنتم مشاهدين وللجميع متابعين برنامج الصقارة. هذا عندنا نحن الشاشة هذيك لايف، هذه طبعا في حال الالتباس الهدد نرجع للشاشة هذه، ومعانا الجماعة في الكنترول يعطونا السرعة اللي نحن نبغيها، حتى يعني الواحد يتيقن من أن فعلا الطير هذا فارق بدون ما تأثر فيه المنقلة أو العكس، أو أن أثرت فيه المنقلة. نفرض هذا الطير الحين عند بطل، شوف الحين هذا الطير هذا هدد، شوف حتى الهدد هذا أنت ممكن تشوفه أوكي ما في شيء صح؟ نعم. زين، نحن بنعيد بالبطيء عشان نتيقن أن المنقلة تحركت ولا ما تحركت. طيب يا علي أصل طاعي شوية نيا بالبطيء بالسريع أول عطنا يا بالبطيء نعطى شوية بالأبطى أبطى شيء بعد عيد مرة. شوف الطير هذا الطير الحين نحن نرجع نعيده ونعرضها حتى على اللجنة. لفت اليد هذه مع تقدمها للأمام، إذا لفت اليد وتأخرت للخلف ما أثرت في الطير حتى ولا في
ايام حتى لح ما صايد الطير ما لحجة. هذه الحين ردها شوف الحين احنا شاكين فيها، لازلنا في شك. علي عطنا اياها ابطا من هذا، ابطا من هذا. شوف نراجعها حتى بالابطا، حتى الانسان يتيقن. شوف الحين لفت اليد صح؟ نعم. قدمت شوي لكن الطير كد اخر صايد له فارق المنقله. هذا نحن نجيزه ما عندنا اي مشكله، بس من اول حركه لازم نراجعه 4-5 مرات على السرعات المختلفه. اوكي شكرا، واضح يا شكرا علي. العفو ابو سعود يعطيك العافيه. ولنفرض انا صقار وما اقتنعت، شطبت طير وما اقتنعت، شو كيف تتعاملون مع الصقاقير اللي مشطوبه طيور اللي شطبت طيور؟ لا هو ما هو على كيف ضعنك، هو يحضر هني يشوف ولا لا؟ ممكن يحضر بس كتغيير قرار لجنة. أم أصلا اللجنة محطاي على ستتخذ قرار، وما تتخذ قرار اللجنة بالطريقة السريعة ولا المتعجلة، لا في تأني وفي مراجعات، عدة مراجعات. نعم. لأن طبعا كنت في أي حركة تسويها أو أي قرار تتخذه ظلمت شخص آخر. نعم. أما أنك تظلم هذا وتجيز واحد ثاني، أو أنك تجيز هذا وتظلم واحد ثاني، فهي الصقار يحضر هنا ويشوف طير. نعم نعم يحضر إذا ما اقتنع بالقرار. لا هو صح، ما اقتنع وما اقتنع لحق يرفع تظلم، ما عنده مشكلة. طيب. ويجي القرار إذا حتى رئيس اللجنة، أصلا إحنا 4 محكمين هنا وبالإضافة إلى رئيس اللجنة، على أساس أنه العدد يكون عدد اللجنة يكون فردي مش زوجي. نعم. أن في حال تعادل الآراء 2-2 مثلا، احنا 4، يدخل رئيس اللجنة يراجع الحركة مثل ما احنا راجعناها، في حال اقتناعه انه يعتبر العضو الخامس اللي هو يحسم التعادل هذا. نحن حريصين على كل مشارك انه ما يضيع جهده، وهذا والله نحن هذا اللي نحن نسعى له، ان تكون مشاركته نموذجية، مشاركته هادفة. يعني حتى لو اخطأ، طبعا هم الخطا يصير بدون من غير قصد، ونحن عارفين هذا الشيء. نعم. وعاذرين، ولكن الحكم لازم ياخذ يعني انه تحكم بالصح على سن ما تظلم حدا. الموضوع طلع فيه أكثر من 3 أو 4 شاشات، وفي طاقم عمل كبير يعمل وراء هذا الموضوع. بسعود، ياك صقار قال لي أنا ما اقتنعت ورفع تظلم، شو آلية العمل معه؟ يرفع التظلم طال عمرك، يراجع اللجنة، واللجنة ترد عليه بالقرارات اللي اتخذته وبالأدلة الموجودة اللي أنتوا شفتوها. يقول تعالي فلان، هذا طيرك، هذا اللي استوى، وانت اخطات في هذا الهدد، نتيجه ذلك انشطبت النتيجه. لكن ابو خليفه، نحن دائما الربع اللي موجودين في السناح الثنينه، ونحن هني فوق، اذا يا هديت انت وشفنا يدك احتركت، ممكن انت تظن ان هاي الحركه مسموحه، او الجماعه ما نبهوك اللي موجودين في السناح، يمكن تي وتهد الهدد الثاني، يكون طير أقوى عن اللي هديت أنت، ويحقق نتيجة وتتمادى في الحركة شيء بسيط. صح. تنشط بنتيجتك، أنت ضيعت جهدك. لذلك نحن من النادي عليهم في الخيمة مكبرات الصوت أن تلتزمون بعدم تحريك اليد والهدد من حالة الثبات. اليوم نحن ما نتكلم عن دز الطير أو حتى دز. شفت مسجات ترسلونها بعد هذا الموضوع؟ والله شوف تنبيه. شوف هذا قبل كم من سنة كنا نرسل مسجات، حتى من ضمن الناس اللي كانوا أرسلنا لهم مسجات خلفان بطيء، قال اتحرى المرور، عندي مخالفة في المرور يعني. فعلا يعني كلنا، لكن الحين مع التنبيه المستمر، نحن قلنا لهم الجماعة اللي ينادون في الميكروفون، كل 10 طيور تنادون، مجموعة أقل من 10 طيور نادوا عليها مرتين، نبهوهم. لأن نحن تبصدق مثل ما قلت لك، نحن حريصين أن ما حد يضيع جهده. صحيح. حرام يضيع جهده. نحن عارف أن يدعى هذا يمكن من شهر 7 و8 ويمكن قبل، وطير بطل لكن يحرك يده، هذا التعب كله في لحظة راح تعب، راح خلاف يحتاج عليه، نقول ليش ألغيتوني؟ لازم بنلغي. طيب عندي أخواني صقارين
إذا حد عنده سؤال، حد عنده استفسار يا أخوانا عن هذا الموضوع. أنا أتوقع اليوم الفيديو اللي شفناه في التقرير أتوقع وضح أشياء كثيرة بالنسبة للصقارين اللي عرفت أنه 5 أعضاء في اللجنة. نعم. في حال أنه عدد فردي لازم يظهر 3 من 2، إذا نعم. كان في حيرة في طير بيطلع 3 يرشحوا أو 3 يجيزون و2 لا أو العكس صحيح، ففي 5 أعضاء اللجنة. وعلى فكرة ما في واحد من أعضاء اللجنة يعرف أنا شو قررت، عشان ما يتأثر يقول أنا ما بخالف ربيعي بسير وياه، لا يقرر وعقب نقول له وقع وشو القرار اللي كتبته وقع فيه رئيس اللجنة ويصادق على هالشيء. فيه نقطة الحين بسعود تفضل، ولا يهونون الربع. الطير له وزن، نعم، من 850 قل من التبع إلى توصل 1400 1800. ها الحين الطير على يدك، لو أنت نجرب تتكلم عن ردة الفعل قول هنا. نعم. الطير بتحط يدك بيدف الطير يدك بتحترق. نعم. النقطة الثانية الطير في قبضة الطير، ممكن الطير قابض السبق. ليش أنا قابض السبق؟ لأن الطير يصك أو يركض، بعض مرات الطير يكون مرتفع في زاوية المنقلة للأعلى أو للأسفل، أنا السبق بيدي الحين مثبت. نعم. الطير، فالطير حركة توحي أنه يعني أنا أعتقد هذه مو بهي اللي تأثر على الطير، عشان هذه اللي تأثر على الطير، عشان تشيه إحنا حطينا هاي اللي شفت الأجهزة جزاهم الله خير. هاي الأجهزة طبعا من 2 يا أبوهن، يوم شفنا فيه التباس وفيه مات يعني شيء مو بواضح قلنا هاتوا لنا بعد أجهزة، ما قصروا يابا أجهزة، وفيه جهاز أيضا صغير هذا يسجل الإعادات في حال أنه يانا مثلا المشارك هذا يانا في وقت ممكن جماعة التلفزيون راحوا عندنا نحن إعادة له وينعاد على الشاشة الصغير وعلى الشاشة العودة. هذه من ناحية ردة الفعل هي تحكمها هذه الحركات البطيئة، ييك ويطالع وبعدين شف الصقار. إذا الطير انفارق هنا وردت يدي على وراء هذا واضح ما في شيء، إذا لف الطير وهو ساير ضرب صايد شيء صايد زين ضرب شيء، إذا الطير بيسير على اتجاه السنسر وعلى الاتجاه الأرض تحت، إذا قال بصايد شيء آخر لحظة يلامس المنقلة لازم أنه بتأثر فيه. أنت شفت أمس كم تأثير؟ 9 من 1000 أمس في 9 من 1000 تصورها أنت من الثانية من 1000 جزء 9 من 1000 فرقت من الأول للثاني. أنا شو رأيك أقول لك حاجة الحين، جرب أنت بروحك تحط طير عيتك وتدخل في السناح وتهده. أنا مجرب طال عمرك، أنا من سنين في الطيور وأعرف الطيور إنزين زين وأعرف الطيور وأعرف الطيور وأعرف كيف ينهد وأعرف من هاي الأمور كلها. هو القانون ما يحتاج القانون. نتكلم نحن نتكلم عن نظام القانون صح. نحن بنحط قانون يكون واضح للجميع. نحن نقول يا صقار أي واحد اللي بيهد رجاء لا حد يحرك. نحن نتمنى في ناس يهدون عندهم طيور كبار مثل ما توصفت، تقول طيور كبار مثلا جير خلنا نقول وزن 1006 و1005، في ناس أروم حط سامي وبتشوفهم انت بعينك يهدون الطير بدون ما تحرك يدهم. أنا دوم أتابعهم جزاهم الله خير، يدهم ثابتة يهدون طيور جيرة كبار وصار ما تحترج يدهم. ما يقوم ما يقوم نحن أصلاً نبى نثبت والله. أما الحركة اللي تطري أنت تحسب بالوزن رمعة المنقلة تبين في تبين حتى في اللي سول ما هذا بس تبين سعيد تبين هاي تبين المنقلة ترضي يده صقار شوي كذي تبين البطيء من يروح الطير خلاص. سالم شو من يفارق ترى إذا هو هاد وقالت يده في البداية بهالشكل استند عقب رجع هذا عادي اللي ما يقدر عليه، لكن اذا يده طال عمرك واقف شكله عادي شكله ما هذا هو صحيح، لكن استند خير بسيط لا طريقه في طير يبغى ربع فوق زين يا حد حديده يا اخوان يا اخواني مو هذه الاقتراحات بعدين بنتكلم عنها. لا تكلم هي ابو سعود مبارك له اول شيء استاهل أن بطولات فزاع كملت 20 سنة من سنة 99 لليوم 20 سنة ما شاء الله. من بدايتها كانت ما فيها هذه الكم من القوانين، كان ممكن كان في قانون واحد تبدأ مع الساعة وتنتهي هناك لا غير. نعم هذا البداية كانت سيارة بعد 99 سيارة بعد 99 لكن 2019 في كم لا يحصى من القوانين والترتيب. هذاك اليوم إذا شارك 100 شخص يمكن تلقى واحد اللي هو محترف فنان يعرف يهد، 99 لا.
اليوم إذا بيهدون 100 يمكن تلقى واحد ما يعرف يهد ولا ما تلقاه، 99 تلقاهم كلهم محترفين ما شاء الله. ليش حطوا كاميرات وتدقيق وإعادة وبسيط؟ الجماعة اللي يهدون فاهمين الترتيب، لكن ممكن فيه شخص من 100 يتحايل بطريقة ما تلاحظ. الجماعة اليوم دروا شو عندكم خلف الشاشات وفوق في الطابق الثاني. نعم. أنا في لجنة وصورتوا التصوير. نعم. عرضنا مخرجنا الكاميرات. فهموا يعني أنا أقول لك من باكر وساير اللي كان عنده شك وترتيب بيوقف. نعم. في ناس. نعم. هذا الشخص الموجود. نعم نحن نعتذر بطي. من بطي. لا لا هذا الشخص كان الهدد. لكن ما نقصد انه بطيء. لا 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 هذا بطيء، انا ما اتكلم، هذا مثال يعني مثال. هذا بطيء من الناس اللي استايله ووقفته هدته يغتدى به. نعم. يعني وما شاء الله على الهد والترتيب هذا دائما في المثلث الذهبي وسابق. صحيح. شارب السيجاره طعمك كابر عن كابر ما قاله. الخطا وارد يا اخويا. نعم. الخطأ وارد، لكن إذا حصل خطأ نعم. أن في قانون خلاص. أنت اليوم هم ليش قالوا بليحة؟ لأن الواحد بيدز، الثاني بيقول لا أنا ما دزيت مثل فلان، أنا أقل، الثالث بيقول لا أنا أقل شوي عنهم. رفت لكن أنا نقطع لي أوصلها الناس كلها عشان يكون الناس كلهم يعرفون. لأن نحن الحين توصلنا للسائل مثلا أن قالوا مثلا في ناس دزت لكن نحن حبينا نوضح ليش اليوم نحن تكلمنا في دبي ريسك في برنامج سيجارة، عرضنا فيديو ما حد عرضه. نعم صح. وضحنا كيف بسعود وأعضاء اللجنة يعرفون أن هذا الطير والله نشكرهم خالف القانون. والله نشكرهم على الجهود الناس والجولة. في قانون وكلنا نحترم القانون. صح. وكلنا ننفذ القوانين بحذافيرها وبالعكس كلنا يحفظ حقه. في نقطة أبغى أوصلها في آخر كلامي. نعم. ما قصروا واللجنة والمنظمين ما قصروا في كل شيء، والشباب بعد متعاونين وما قصروا. الكون كله مفروض قانون. لكن في جميع البطولات. نعم. وهذا المثال أنا بعد في شيء ثاني بسوي. يشتري الإنسان الطير ويخسر فيه ويمرن مثل ما قال بسعود. نعم. أنا يمكن سهو أو خلاص راحت راح تعبه بلاش. المشترى والسهر والسيرة والية، ليش ما نصير مثل البطولات والألعاب الثانية فيها تنبيه بلنتي كل دور. حركة موضحة للشباب اللي يرتادون واللي يشوفون التلفزيون عليها مثلا هذه الحركة جزء جزء. عليها 500 جزء من الثانية إذا سويت الحركة هذه صح. اللي أقوى ثانيتين أنا ما أحذفه وخليه بس مع كلام حلو بس انتهى تكفى مع انذار. لا في حركه اللي الثالثه انذار اذا عاد مثل كرة القدم تقص عليه ثواني انذار انذار صحيح لا لا حافظ ابو عيسى اعطيه انذار مثل سيف غانم وهذا الدز الكل السقاقير يستخدمونه في التمرين في طير يرافس في انت في هواء انت يعني في تمرينك لكن في بعض الاوقات يكون خارج عن وعيك ابو عيسى كلام مثل اللي سواه سيف غانم امس سيف غانم بطل وقبلها بيوم حاط فيديو عندنا في الجروبات يعني ان الشباب يعني بتبدا البطوله العامه والشيوخ فركزوا فاصبح الصبح دز فكانت عليه نقطة ملحفوز حفزان فأنا الحفوز ملحفوز هذا أنا ما أبغى يضيع على سيف نقدر عطي. كل صقار نعم تفضل لحظة يا سامي إذا كانت ملاحظة نعم تنبه الشخص تقول له أنت الحين عندك نقطة إذا كانت دزة خفيفة طبعا هذا نحن اقتراح بس هو في الأصل يرجع حق اللجنة اللي متابعة ويعرفون هذا مجرد اقتراح أكثر منه تنبه نعم مرة ثانية إذا عادت تحذفها أما أنت تقول لي بأجزاء الثانية هذا بيقول لك لا أنت ليش أعطيتني 500 والله دزك أنت شوية زيادة
اللي بيقول لا انا داز نفسه ذاك ليش اعطيته قصه هذا ما هذا مخترع انا بعد مسعود فين بعيسى اذل ابو هي ابا اعرض اراء الصقارين وبعد بنكمل معك نشوف اراء بعض الصقارين التقينا بهم وسالناهم شو رايكم في هذا القانون نشوف اول تعرف الناس تدز بالطريقه هاي صح ولا لا ثاني شيء تطورت الدزه حد قام يضرب بالطير في التراب يعني في الارض في القاع يعني ما من صالحنا نحن صالح الطير يعني الطير تعرف مهم صقار مهم طيره يعني ما يهون علينا الطير بهالحاله فمنعوا الدفع يعني بالليل بعدين الناس قامت تدفع بهالطريقه وهاي دفع وحتى هاي شوف يعني لو انت حطيت يدك وقلت كذي بعد هاي دفع تعتبر يعني والحين حاطين اربع اشخاص في المراقبين يعني فوق يتم شفتهم اربع اشخاص هم 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 يعتمدون ان هذا الريال داز ولا لا وبعدين اني انا ولا محمد ولا يعتمد اي نعم الاساسيين اربع اي الاساسيين اربع نعم والله ان شاء الله ما نظلم حد ولا يضربونه ان شاء الله والله هو قانون طلع منك لازم نرضى بطعمك اللي يحطونه عازيب الحين حاضرين لكن مثل ما تقول شوف يمكن الطير يمكن ينشر في المنقرة تحرك ايدك فانت كثر ما تروم ما تحرك ايدك لكن وقت الدخول والاستراحة واحد بعد الحفوز يأثر عليه البطولة مش بسيطة ومنقول على كل قناة يعني والناس تشوفك يعني شوية رهبة في الشهور فنتمنى التوفيق للجميع القانون السيستم تتمشي عليه اذا قانون عدس على الجو خلاص عايزين طبعا انت اليه النظام مطلوبه من احنا كمتسابقين لازم نعمل بالضوابط يعني خلاص اذا انت مره تستوي عند الصقار رده فعل لا اراديه احنا ما نقول ان شاء الله ان حد يتعمد اصلا يدز الطير ولكن احنا نعرف انها هي حفوز فرده فعل يمكن هو يسويها كل يوم في ميدانه ويتعود عليها فانت حين تدخل السناح اصلا ما في بالك انك تدز بس رده فعل ممكن تكون دزة فالله يطول عمار معازيبنا يبون الشيء الزين لنا احنا وكل الصقارين ما يبون حد هذا داز وحد ما يعني ما نبغي نفتح هذا اصلا السبب فنحن ما نلوم اللجنه نلوم عمار ساعات تكون رده فعل لكن في نقطه مهمه مرات الطير في دفعته هذا ف هم عندهم مقاسات الظاهرة أن يعني يعرفون الطير ردة الفعل هذه لازم أن فيها شيء بسيط كأنك داز يعني ممكن تصير هذه فنتمنى يعني أن نحن أن تعرف أنت كنا الأول قبل سنوات كنا ندز الطير وأنا أقول الدزة زينة للطير أنا أقول شخصية بالذات للجيرات البيور لأن هن ثقال أوزان فيها فيوم تساعد شوية الطير يقوم وخصة يوم في الأهوية وفي يعني في الدبرة بعد ولكن يوم فعلنا بها مو بس القانون يوم فعلنا بدون الدزة أركتت طيورنا قامت تتأدي أحسن قامت تصير الداعي أحسن فرب ضارة النافعة جت منفعتنا أحسن والله شوف بقول لك عصام يوم تحضر السنة يمكن يجيك واحد من ربعك يقول لك تراك دزيت وانت ما تدري بعمرك من الحفوز الطير السبوق يحفزك في طيور ندزت صح بس مو من راعي الطير ابغى اصد انه يدز طرفه بعدين مو بالدزه الاوليه يعني سيادك السيد اللي انت وقف لا هاي الحركه شوف هي اي انسان ما يبغي يدز ولا واحد ولا اي صقار ما يبغي يدز بس طال عمرك انت شليت الطير في يدك من دفعه الطير لازم يدك ترد وياه يعني انت شليت دفعت الطير دفع الطير ردت ايدك فيها لازم بترد هذا شيء لا ارادي يعني طبعا طعم الكادي حركه اليد قالوا انه يعني اي صقار منه يتحرك ايده بنشط الطيره وانا ما عندي انا ما عارض اللجنه ولا حتى اقول اي شيء طبعا كل يقولونه احنا نمشي عليه دز غلط اول شيء استعكر تعطي هذا 200 جزء يعني تساعد الطير يعني خاصة إذا يا هو ولا يا شيء وانت دا الزمير عاد يغطي عليه نعم بالعكس اللجنة هم مقصرة بالعكس يعني ونحن وياها الدز نحن هو بيها بالعكس ثبت يدك خلي الطير يطلع صح والله الدز
احنا ما نأيده لانهم المعازيب ما يدور يظهرون يعني الشارع والسباق في افضل مستوى. فالدز ما له داعي يعني، مش انه من عادة السقاقير انهم يدزون. والله قانون الدز على الكل شيء امره بالشوق احنا نمشي عليه. والدز يعني انت ما انت يا سقاق يوم تدخل والله ما تدري شو اللي يستوي شو ما اللي يستوي. الدز ما الدز ما تدري، بس قالوا لك دزيه انا تقول ما ادري يوم سي شوف عمرك المقدار الصدق. الحفوز والله يلعب دور وخاصه انا الطير السبوع. والله قانون الدز، الدز حددوه على الكل، منعوا الدز وزين على الجميع. والدزه هاي الخفيفه هاي ما تعطي الطير، الطير اذا دز قويه اللي تساعده، اما هذه ما تفيده طال عمرك، فبلا منها احسن. والله الدز فيه فيه شوي انا عن ناحيتي يعني عن نظريا يعني للمشاهد شوفه ما بوكيه الدز، ولا هو كلهم ترفي حياه زائد يوم تشوفه يوم يهد يرفد شيء خفيف شيء ترفي ما فيها، بس شكليا يعني ما شوفه ما بوكي. تابعنا هذا التقرير مشاهدين الكرام وتابعتوا آراء الصقارين، يمكن الكل مع هذا القانون. لكن أبغى أسأل أبو عيسى، اليوم أنا صقار في السناح، شوي حركت يدي كذي بس يعني يمكن واحد سانتي. نعم تفيدني أنا كصقار؟ هي ما تجيب لي تيم أفضل بس ولا؟ بس هي قياس نبض حق أبو سعود لاحظها منعها ما منعها، لاني باكر انا بسوي 3 سنتي. اها يعني اختبارات يحطونك بسعود في اختبارات يحطونك. لا في لكن بسعود موثق عمره عندك كاميرات هذه من التحايل كاميرات سوبر سلو موشن. لا لا تدريب الريال كشف اللي عندك كامل. لا في نماذج وايد يا الربع، لكن فيه نقطه طال عمرك اللي اثارها الشاعر يقول يعني ثقل الطير ما يدخل الصقار بجير تبع ويدخل ببيور وزنه 1800 نعم ويمكن أقل ويمكن يحرك يده في التبع تحترس يده تصير عنده ردة فعل ونحن نشوفها. نعم وفي البيور البيور على ثقلة انقلنا لي فلان تراك حركت يدك المرة اللي فاتت عشان ما يخسر الـ 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 المشاركات الجاية. نعم تلقاه يهد كأن هاد دلة طير وزنه 600 يهدك والله ولا تحترك يده يصير ما كأنه ساير بعد التنبيه طيب زين أخواني أتوقع وصلت الصورة. نعم نقرأ رسائل واتساب تفضل. تقريبا أغلب الرسائل مشاهدينا رد عليها أبو سعود، تقريبا لكل فعل ردة فعل رد عليها أبو سعود. يسألون عن طير لفريق أو لصقار، يا أخواني ما نقدر نذكر فريق أو نقدر نذكر اسم صقار لكن الصورة واضحة. أغلب المسجات لأسماء صقارين ولأسماء يمكن فرق الصورة واضحة وشفتوا كذلك اللجنة كيف تقيم دز الطير. وأتوقع بعد اللي شفناها اليوم أتمنى أن ما نشوف أي صقار يخالف هذا القانون اللي وضع للجميع ليضمن حقوق جميع الصقارين. باكر نبغى نومس لجميع الصقارين والجميع يلتزم بهذا القانون. يا أبو خليفة نبغى نوصل لحالة انطلاق الطير من حالة ثبات اليد، من حالة الثبات نركز عليها. نحن ما نقول دز دز خلاص ممنوع ومعروف. نعم لكن نبغى اللي ما تحرك قد ما يقدر بتوصل ان شاء الله. الله يوفق الجميع الانطلاقات. نعم بتوصلون. بنفتح موضوعنا الثاني اللي هو موضوع فرز الطيور مشاهدينا الكرام في بطوله او في يوم الشواهير او كذلك يوم الحرق. ابو احمد نبدا معك. انا اول اشكرك على التواصل معي ويعني ابو احمد بيض الله وجهه بيض الله ويا اخواننا الجميع تواصل وياي قال لي انا بطلع معاك وانا باتكلم وباوضح بعض النقاط. تفضل ابو احمد. نبغى شويه نرجع بالزمن عشان تكون الصوره واضحه. نعم للمتابع والمشاهد واللي انتقد اللجنه نحن نقول له مشكور عشان يكون انتقاده بناء. الانتقاد البناء طال عمرك يثمر. طبيعي. اما الانتقاد طال عمرك لما بناء ما يثمر. طبيعي. ولا حتى الشخص يرد عليه. استلمنا اللجنة طال عمرك هي سالم 2016-2017 نكون واضحين ربع كلهم يعرفون اللجنة شو كان فيها قبل من خلافات واللي طالع واللي راد وطير طالع وطير راد بامر وطير
خلافات كثيرة. استلمنا اللجنة طال عمرك، دخلنا الشارة الأولى، فردنا طيور. يا الرابع شو القانون؟ القانون قالوا نسبة، قالوا ما بنسبة. زين الحين انت كيف، شو القانون اللي بيني وبين المشارك؟ انا الشارة ما وضعت لي اللي يلزم اللجنة ويلزم المشارك. ايوه الشارة ما وضعت لي انا يا اخوي. نعم انا اذا خطف طير علي ولا ما خطف انا ما استفدت شيء. هل اذا طير علي طلع برا انا جايز اخذت انا؟ ما اخذت انا. نعم قلنا ما ينفع شيء. سالم ارفع امر للمعازيب نبغي قانون. سالم فرع الامر صاحب الشارع قال حطوا قانون. سوينا القانون طال عمرك ورفعناه. الطيور اللي قبل ممكن الشهر اللي قبلها يمكن ما طلع الا نسبه بسيطه جدا، واغلب الطيور طال عمرك اللي كنا نبغي فيه قانون علامه استفهام ويتحول للشهر الثاني. فخر الاجيال فعنا القانون المعزف صدق عليه. قانون خاص بلجنه الفرز ما كان موجود قبل. قانون خاص خاص بلجنه الفرز ما كان قبل موجود. لا وموجود الجماعه كلهم طلعوا لنا كان جنة طيور مصبوغات اخفى معالم الطير. انا كيف هذا ما عندي قانون امنعه؟ اذا قلت له طلع برا يقول لي على اي اساس؟ فحطينا قانون يضمن الطير المصبوغ، يضمن الطير طال عمرك الفرخ. اللجنه ان تفرزه من حقه تحط عليه وتخلي يشارك السنه الجايه. اما الجناس اذا وجيز خلاص مو من حق اللجنه، دخل بالاجماع مو من حق اللجنه. الجرناس يشارك اذا طاح الحيل ولا ياب حيل الاصلي. صحيح هاي نغاط بني هاي قانون ثاني. هاي قانون ثاني. انزين حطينا القانون جاتنا الطيور فرزناها طلعنا منهم طيور من ضمنها الطير اللي تكلموا عن الربع وانا ما كنت بتكلم ولا كتكلمت فيه لاني ما احب ذكر الاسماء. نعم نفضل ما نفضل ما نذكر ولا كنت بذكر بس الربع ذكروا مرتين عادوا الموضوع في في نعم. البرنامج نعم فلازم يكون توضيح هالشيء. تفضل راشد مب صديق راشد من يوم والقد يتبعنا اخو اخوي. اول شيء نحن ما ندري انه طير راشد ولا نعرف اصلا الطير السابق. الطير هذا عليه علامه استفهام وانا متواصل يا راشد في كل الاوقات. الطير هذا عليه علامه استفهام مو بالله هو طيور مجموعه وياه. راشد اشترى الطير عقب نزل ما نزل القانون اجى راشد بيدخل الطير. هاي الطيور يا كان علينا علامة استفهام لأنه ما كان في قانون لها. هاي الطيور اليوم مستبعدة صحيح ما تدخل. أنا شاري أنا ما بشاري كل الناس شاري. نعم أنا شاري بألف ولا شاري بمئة ألف. المسابقة هاي اليوم أصبح لها قانون. أنت يا المشارك الفئات متعددة لما تجي فيها الفئة كل فئة لها قانون. ما بتقولي أنا بدخل الجير شاهين مع البيور صح ولا لا؟ أكيد صح ولا لا؟ صحيح. فأنت اليوم ياي قبل تشتري الطير قبل لا تشتري الطير عندك الفئات كلها موجودة. وهذا القانون ما بنا وضعته وضعه صاحب الشارة حمدان محمد طول في عمره الله يطول عمره. فالحين يوم تبتي بتشتري الطير عرف قبل تشتري الطير أن قدامك لجنة محلفة لجنة محلفة طال عمرك قدامك لجنة. فأنت ما دامك ياي ومقدم أن قدامك لجنة تعرف أن اللجنة ممكن تجيز وممكن ما تجيز وممكن نعم. تكون يعني لازم انت تكون بهالشيء راضي. ممكن يخطف طيرك ممكن ما يخطف. تعاون النقطة الثانية في جرناس بعد باثير موضوعه. نعم ست جرانيس ما ين الشارة الأولى من ضمن الأعذار اللي ما شارك اللي ما ين من بعد القانون في نفس السنة. نعم يعني القانون متى طبق؟ طبق في فخر الأجيال في فخر الأجيال 2017. نعم يعني هذه ثالث بطولة فخر الأجيال له. نعم نعم لان في بعض يمكن المسجات قاعده توصل ان في جرناس شارك وما رد شارك مره ثانيه ممكن لا. يكون قبل لا لا لا. فخر قبل الاجيال من بعد شوف من بعد فخر الاجيال ين ست طيور ما كان حاضرات اللي هو التفتيش في فخر الاجيال بعد ما نزل القانون. نعم شوفوا ولا لا ست طيور هي ست طيور اجزنا اربعه منهم وطلعنا اثنين من ضمن ريال قال ان طيري انا ما يبته يعني قلنا له خلاص قال ليش طلعتوا جرناس؟ قلنا الجرناس صح بس ما حضر القانون في فخر الأجيال العام. نعم كان غايب هالطيور كان غايبات فيرجع علينا فحص اللجنة فرز اللجنة من أول وجديد يرجع علينا الفحص أول مرة هاي نعم الجرناس اللي يدخل خلاص ما في جرناس دخل وطلع من الأخير من نزل القانون حلو ما عدا أيك طير يا أخوي مقطوع رنقة ما نقول مقطوع رنقة ضاع رنقة تبطى رنقة في المقيط. أنا كيف أعرف هذا الطير؟
والغلطة طعمك من الصقار، ترى الصقار هات لي رنقة الطير يسجل الطير ما يسجله على أساس أنه يعني ما يكلم اللجنة يقول لهم يا جماعة تعالوا أنا طيري هذا كان مشارك وله حيل. نعم. والحيل ضاع ولا الحيل صار عليه ما صار، فيدخل له على أساس أنه طير جديد. فنحن يوم نتابع الطير ونشوفه أن ترى الطير كان مشارك قبل وملغي، ولا يمكن أنه مشارك وكان عليه كانت عليه مثلا ملاحظه وصلت الفكره وصل القانون الحين. نعم. احب ان نتحول القانون هذا في هذا تعرف انت يستبعد الطير ويستبعد حتى الصقر من الاشتراك في البطوله الموسم واحد. هذه نقطه هذه نقطه مهمه. هينا. والصقار بعد يستبعد. نعم. يستبعد الصقار عندنا موجود هذا البند موجود صقر يا اخوي انت عندك طير موجود البند هذا. طيب القانون انتشر للصقارين ولا البند رقم 13 طالع بالقانون اول ما نزل نحطه على بورداتنا قدام العالم برا قبل تسجيل. حلو. موجود القانون مكتوب وبالخط العريض من غير طال عمرك المسجات بغيرنا موجود في الموقع. جميل. الواحد متعمد يبدل شريحه. لا انت اللي تستغرب منه ليش يوم يجيب الطير ويسجله، ليش يسجله على اساس انه جديد وهو على علم ان الطير هذا كان مشارك، على كلام انه كان مشارك جابل. باي عند اللجنة بقول يا جماعة هذا الطير مشارك وصار عليه كذا والحيل ما فيه الطير طاح عن الحيل. بعدين في نغات خفيفة يا لأنه مسجل في السيستم مسجل، ليش يضيع معلوماته كلها؟ صح. في نغات خفيفة أنا بس ترمون ظهرون الطير يخلي ملف جديد. نعم الطير ليش فيه نتابع نطالع أخويا أنا طاح حيل طيري ليش أسجل جديد ومعلومات جديدة؟ ليش؟ تعالوا يا اللجنة هذا حيل طيري ضاع، حتى لو ما موجود الحيل برايه بس يعطينا رقم الحيل اللي مشارك به قبل الاساسي. نعم. لا يدخل لي بطير جديد وباكر يلومني يقول لي انت طيري هذا ماجد انت جايب لي طير جديد، ليش الطير هذا مثلا قبل مجاز ولا ما مجاز؟ اذا ما مجاز انتهينا. وبعدين الطير مصور صورنا ايه. كل شيء مصور يعني هذا طيري على اساس انه ما تغير فيبون صورته وفي دلائل. نحن طال عمرك مش نحن طال عمرك مش ضدهم لان منو اللي جاي؟ يهود اللي يبي يشارك؟ لا اخو وصديق واخوي، لكن انت مثل ما تحمي مثل ما احمي هذاك انا لازم احمي هذا. ليني واحد يقول لي والله انت طلعت الطير هذا وما يود رقم، انا مو مسؤول عنه، انا ما تيمنه، انا مو بيي تيمه هني، انا يا طال عمرك افرز يود رقم ولا ما يود رقم. نقطه ثانيه بس نقطة. انت ذكرت ان قلت الطير اللي ماخذنا راشد كانت عليه ملاحظه. نعم. منو حط عليه ملاحظه؟ اللجنه. احنا حاطين. نعم اللجنه. من يحوله من اسم راعي الاولي لراشد؟ هو باللجنه يحوله هذا اللجنه. لا ما تحول اللجنة، يحول الموظف على اللجنة يعني من لجنة. يا أخوي تعال راشد هالطير تبي ماش ماخذنا يا أنا بسألك سؤال راشد يحول الطير لحظة راشد يحول الطير شخصيا ما أعرف راشد طرش عامل زي عامل بيقولوا له لو طرش لو طرش هذه هاي مشاكل اللي تواجهنا مرات يطيح واحد حيل طيره تقول لي يا أخوي وين حيل طيرك؟ لا والله يا أخوي أنا ما أدري بالعامل سو ركب الحيل ليش الطير ليش الطير يجيب حيل جديد؟ لا خلي الحيل ما تدري الحيل نحن ليش ما تدري الحيل؟ الطير اللي شارينا راشد لازم القضية هاي يعني لازم تتكلم عنها أنت صح بس خلي يتكلم إذا يجيك طير مشارك وأنت تشتري طير مشارك صح ولا لا؟ ليش مثلا تجيبه صورة طير جديد؟ هذا كلامك صحيح ما عرف موضوعه، عرف طير شاري لنا مشارك بحيله شارة الاولى، جبت الشارة الثانية سجلوه باسمي ليش راشد يوم جبت عند اللجنة قال برع الطير هاي عليه ملاحظة، ليش انا يوم جبت عند اللجنة قلت تعال يا اخوي ليش راشد ما سأل قبل اشتري الطير؟ ها؟ ليش راشد ما سأل؟ ليش اللجنة تخبره؟ ليش دافع 300,000 يا اخوي لا سجل طير لو سمحت اللجنة ما بتطلع تور الناس وهذا طير مطرود وهذا قبل اللجنة يا اخوي ما تكلم بهالشيء تكبيته ملاحظة عليه طيب عليه موجودة نبغى نوصل موجودة نعم دقيقة بس انت تبغى تشتري طير نعم. مثلا تبغى تشتري وتعرف في لجنه فرش تعال طال عمرك عند اللجنه هذا الطير عليه ملاحظه عليه شيء قبل فيعطونك انك بتشتري انت الطير منعتوا بعض الصق ما وايا منعتوا احد من الصقارين طلب منكم انه يجي ما حضرت ما صرت حسابك انا والله اللجنه متعاونه مع الصقارين لابعد المشاركين كلهم متعاونين ولا في حد حد من الصقارين صار للجنه علي وقالوا له ان ما بنلقاك ما بني نشوف طيرك لا بس نبغى من اللجنة نقطة بسيطة سووها اليوم بخبرك تجي المشكلة مكتب اشتري الطيرة من السوق يا اخواني حطوا له رنج هاي الفكرة موجودة علي خلاص هاي الفكرة موجودة لكن نحن لازم نعتمد شيء هذا اقتراح بيض الله ويك على هذا الاقتراح موجود هالاقتراح شب حطوا له هذا بطل رنج حضر الشب يا علي رايك انا رايك انا اشتري طير شبين فيه يعني هذا شو انا اشتري طير شهر 9 و10 و11 و12 و1 اخسر عليه وطيار واخر شيء برا عفوا انا بعد نفس الشيء الريال مشاري طير ما تعرف الطير اللي يشارك وما تعرف الطير اللي ما يشارك انت بالذات كيف انت نعم من استويت راعي طير اوكي تعرف الطير اللي يشارك وتعرف الطير اللي ما يشارك من الحرارة ولا ما تعرفه
عرف. لو انت في اللجنه تعرفه ولا ما تعرفه؟ عيل اشتر طيرك ما دام انك تعرفه. ها لا نحن لا في اكثر مشاكل في الشواهين. علي انتوا صار معروف قطعتوا. علي شو يقول؟ قطعتوا الحبل مال 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 الاستمراريه. الناس يبغون توضيح. نعم احنا اول شيء نوضح. اخواني خلونا نشوف نوضح الاليه كيف الفرز وبعدين احنا مستعدين. عندنا اسئله كثيره. عندنا على كل سؤال له جواب. تفضل. هذا القانون وضع القانون شوف ولا لا. الحين تحولنا من القانون طال عمرك لطريقه الفرز. بعض الناس يقولون اللجنه ضد الطير، اللجنه مع الطير. المثال الاول الطير ما يطلع الا بيجمع، اذا كانوا سته من خمسه واربعه يطلعونه، اذا كانوا خمسه من ثلاثه واربعه ولا ما يطلع الطير. هذا في الخروج الطير شوف ولا لا. في الاجماع شوف في دخول الطير شوف ولا لا. اذا ثلاثه اجازوه بملاحظه بشبهه شوف ولا لا. بشبهه اجازوه بشبهه يعني عليه علامه استفهام ملاحظه السنه الجايه الفروخ الفرخ. ايه ايه خلاص الحين انتهينا من الجرناس من اول قانون لان الجرناس ما فيه ملاحظه. خليك مركز. اما الدخل يستبعد ولا انك تقبله عصام. خليك مركز وياي الحين. شو قلت لك حاله خروج الطير؟ في حاله واحده في حاله الاجماع. خروج الطير بس في حاله واحده دخول الطير الحاله الاولى في الاجماع. الحاله الثانيه اذا كانوا ست حكام حاضرين لان مرات يغيب حكم حلو للضروره حاطين واحد احتياط ست حكام. ابو عيسى لا تقطع علي لين اخلص خلي الناس تكون واضحه. ثلاثه بثلاثه حكام ثلاثه قالوا برا ثلاثه داخل علامه استفهام وشارك الطير. هاي الحاله الثانيه استفهام وشارك. نعم ثلاثه طيب. بثلاثه شوف حالتين حلو وحاله الخروج وحده. الحاله الثالثه اذا كنا الحكام خمسه قالوا اثنين غير مجاز وقالوا ثلاثه مجاز مع علامه استفهام يعني رغم اني اجزته لكن انا هذا الطير شاك فيه عليه علامه استفهام السنه الجايه يدخل الطير يدخل ويشارك يدخل بعد. فشوف الحالات اللي هي كم مع الطير ولا الحقيقي يرفض نفس اللحظه. طبعا انت يعني ملاحظه نعم في ملاحظه فممكن يرفض يعني الصقار يعرف ان هذه الملاحظه ممكن يرفض. فشو الحين شو النقاط اللي في صالح الطير؟ الخروج ولا الدخول؟ طيب لا الدخول اكثر من من الخروج. طيب ابا بعض الملاحظات بعض يمكن المواقف اللي صادفتكم. المواقف كثيره من اكثر المواقف يعني. المواقف كثيره يا عصام لكن الحين كلجنه من 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 سر اللجنه هاي ان احنا ما نتكلم نقول طير فلان صح. مسكناه مبدل رنك طير فلان مسكناه عليه شبهه طير فلان ولا الثاني ولا يوم الايام. انا من هالمكان من هالمكان اتحدى اذا شخص يوم الايام حد من اعضاء اللجنه طلع وتكلم طرش وثاب ولا تكلم في مجلس وقال طلعنا طير فلان ولا حطينا شبهه السبب الفلاني. نعم هاي الاسرار المهنه. شو سبب الطلع؟ المشاركين هم اللي يطلعون ويتكلمون. هو راعي النفيجير احنا اذا طربوش مساعه النفيجير النفيجير هذا مثال حلو نشوفه. احنا نتكلم واضحين مستعدين حق سؤال بنتقل حق المرحله الثالثه. نعم وهي طال عمرك شو سبب الطير يطلع ولا ما يطلع؟ قال لك والله ليش طلع هذا الطير ولا ما طلع صح ولا لا؟ صح. يعني 70 طير نفس الاشخاص هم الخمسه كلهم الحمد لله ان شاء الله ما حد يكون منهم سكران يجي الصبح. لا الحمد لله ترى اقول لك يعني عشان ما تقول لا ترى اقول لك عشان ما تكون غلط في النظره يعني. نعم. فهذيل الخمسه ما غلطوا في 80 طيره جازوهن وغلطوا في 10 طيور طلعون عيال اذا هم غلطانين خلاص نرد العشر طيور لان ما استوي نظره في طير واحد نظرتين نرد نعم. العشرة ونطلع الثمانين بعدين لو غلطنا انها في طير اللجنة غلطت في طير ظل ترها بشر يعني بدينا النقطة الثالثة ونستوي في مراجعة خاصة إذا طير يمكن يغلطون فيه ويرد راعي الطير يقول ها طير لا طير وحش ويثبت الطير حدر ما عندنا خلاف فيه. النقطة الثالثة طال عمرك كثير من الناس يحتجون علينا يقولوا والله الشواهين ما فيهن تهجين. ما اختلفنا شواهين يقولون ما في تهجين. اغلب الجماعه يقولون شواهين ما في تهجين. اليوم نحن قبل شويه كنا نتكلم في شوط مسمى البيور جير صح ولا لا؟ صح. راشد الصقار البيور جير هذا كم بيور جير مروحات فيه؟ اذا قلنا بيور جير من 100 طير ماشي عطني نسبه ماشي انا بعطيك 10 ماشي انا صح ولا لا؟ ما 7894 من غير اللي داخل فيه 3 بلد معاه الجراميش يعني. الميل نفس الشيء رحنا للجيرات شاهين كلكم سقاقير والسؤال لازم كان ينطرح من زمان هل كل شوط اللي مسجل عليه جير شاهين كل الجيرات الشاهين اللي مشاركات هذه 50-50 من قرموشة وشاهين لا لا ها لا. هذا منو اللي ما بالمهجن اللي سواهن الطيور هذيلا المهجن اللي خلطن هذا المهجن اللي خلط هاي الطيور كلها يا عند الشاهين وقال لا أنا عند الشاهين محترم كل الشواهين بيور
هم محترم، بس ليش 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 محترم عند الشاهين؟ هي ليش؟ لأنه ينتج شاهين وشاهين. زين، نفس ما ينتج شاهين يقدر ينتج شاهين، هذا سعره غير. هسه والمهجن تاجر بينتج ب 70,000 ولا بينتج ب 20,000؟ كم سعر الشاهين؟ عندك فكره عن سعر الشاهين كم؟ نعم، تخبرنا محمد بن هلال من طرف البارحه قال لي 12 سنه يمكن اقدر انتج شاهين واحد. لا، مو بهذا الكلام. انت سالته سؤال واضح، قلت له النسبه 1%. ايه، انه في جير. لا في جير. علي علي صح، انه في جير. قول لا لا, لا. انت قلت 1%. انه في جير. لا قول لي لا اله الا الله. زين، خطوه. لا في جير، منتظر من جير، تبعته في جير. تري كوارتر كان صيبه قبل 20 سنه. هل تري كوارتر الشاهين اقصد؟ تري كوارتر شاهين وكوارتر جير كان صيبه قبل 20 سنه. هبتونا. زين، سالتك قلت له الشاهين كم النسبه تخلي فيه جير؟ نسبه واحد جير. هي نسبه. قال 12 سنه. صح، 12 سنه. ليش انت امس ما شاء الله 30 طير ولا؟ لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. فانت في تنقل من 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 3 كوارتر سواه لك و7 8 وانت تصير تنقل. انت تبغي نسبه 1% مثل ما قلت. كم يبغى لي؟ حددت لي انت، مو بشرط. طيب يا اخوان، في عندي بعض المسجات بنقراها بالواتساب ومن ثم سنعود للاستكمال. السلام عليكم، انا مع اللجنه قلبا وقالبا، ولكن الخلاف في اصناف الشواهين مثل البيل، وعنده مقترح نطالب اللجنه تتواجد من شهر 9. شو ترد عليه؟ اللجنه طال عمرك، اول شيء نحن نقول البيل، صح ولا لا؟ الحين اي واحد يدخل على البيل اللي في المزارع ويحط صورته، ما بنتكلم عن اللون، ماية الشمس هاي كلها ما بنتكلم عنها، يحط صورة البيل اللي في المزرعة، ويدخل على البيل الوايلد الوحش ويحط صورته ويقارن في كل شيء، وهذا روح بيجاوب على عمره. هو يتكلم هذا الشيء، يعني بيجيب مثلا طير وتعين اللجنة حاسس اني يشتري ولا قبل ما يشتري؟ يعني شهر 9 تكون اللجنة تسوي يوم في الاسبوع. هو اقتراح هذا ترى يوم يا بنت ما شك فيه، لكن اليوم ما نضمن يجيك بريدري من الطيور كلها. في نقاط يمكن نبغى نوضحها عشان تكون واضحين. ابو احمد نحن يمكن الروم يعني نكون اللجنه هاي في اول موسم ونحط لجنه ويجيبون الناس الطيور والتعاين الطيور ويتم قبول ولا رفض من يعني من حق الطيور اللي بتحضر. نعم. بس اللجنه شو يضمن لها الطير انه يتم هو هذا الطير؟ لان نحن مشكله عندنا الرنك، بعدنا ما عندنا عليه كنترول صراحة، يعني الكل عارف هذا الرنج يتبطل فيه وقت. طب لهالدرجة سالم؟ لا 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 يمكن لا مو بحجة. نحط 1%. نقطة ثانية، نحط 1%. مو بهالدرجة، لأن باكر الطير يوم بيجي وعليه الحيل والطير مش مجاز بيقول اللجنة جايزتنا قبل وحط عليه الحيل. في صور كاميرا تصور طير، رشب كاميرا انت صقر تعرف الطير هذا؟ وايد وايد في صور، مو مشكله الصور، لكن تستفيد. لكن احنا نتكلم، احنا نقول اذا اللجنه تضمن حقها، اذا اللجنه حق المواطن الصقر، ما علي اذا اللجنه انه ما بيخسر فلوس. اهم شيء اللجنه تضمن حقها، اذا اللجنه تضمن حقها نروح نكون لجنه تستوي اللجنه في اول وقت وتحضر، لكن اللجنه تبغى تكون بعد تبغى تضمن حق اللجنه. لا ولا الفكره هاي ان شاء الله انها بتستوي باذن الله. طيب في سؤال ثاني اخواني، مو بكل طير روحه. اللي شاري الشاهين وحش ب 150 شهر، اللي شاري الشاهين اللي بيقول شوين الحين اسعارنا على شهر وصنع 5000 باوند. نعم، 5000 يورو اللي شاري لنا هذا بشكل متواصل. نفس اللي شاري الطير. نعم، في سؤال ثاني ابو احمد في سؤال بعد وصلنا على الواتساب، بعض الشواهين المنغولية تم أيضا ما شاركت يعني استبعادها في الفرز. شواهين الحرار المنغولية، حرار يمكن الحرار مش حرار طيور. لا طيور وحاشة منغولية تم حرار تم استبعاد منغولية. حالة وحدة طير واحد، طير واحد. حالة وحدة طير واحد اللي هي مرخصة. ليش طير واحد؟ طير واحد استوى فيه غلط وفي شبه الطير. في شبه الطير طبعا، في شبه. وبعدين على فكرة الأخ أخوي حصام، الطيور ترى اللي تي بعد من منغولية يعني منغوليا. لا انا سائل منغوليا. شوف طيور في منغوليا تيك انواع واشكال، سرات يوم شيء من الطيور تيك فيها شبه، لكن بعد ترى طيور يعني بعد طيور تي من خارج منغوليا وتوصل منغوليا. نعم. وتبتاع في منغوليا على اساس انها طيور منغوليا. انا من زمان قلت مقوله عصام. نعم. اتمنى ان الصقاقير اقول حق الصقاقير، اتمنى انهم يفهمونا صح، مش معنى طير ما في رنق انه وحش. انا بشرح منغوليا بعد وبعد نقطه مهمه. منغوليا طير وحش، الحين طير واحد وين مكانه في العالم؟ نعم، على حدود سيبيريا. صح، سيبيريا يعني. نعم يعني في الثمانية. الشاهين كم نوع الشاهين؟ شاهين في شاهين ابيض، ابيض لا تعد ابيض نفس كندوره، لا تعد ولا ابيض شاهين ابيض. نعم، هلو يكم هني تاسين. صح،
شوف دش انت علي لاحظ لحظه لي تلقى 57 شاهين نوع مثل الشامي والايراني المنغولي زين انتهت عليها الشاهين الابيض دخل على اللجنه لا لا يمكن يخف عادي يعني في شواهين في شواهين لا في شواهين انتم يعني بظاهرتون صح وفي شواهين لا والله مش اذكر شاهين وحش طلعت اللجنه اذكر واحد شواهين وين وين اذكر واحد طلعنا واحد شاهين واحد طيب. وحش انت طلع اخوان كان السؤال عن هو جاي من منغوليا ورسمي المهم انه يكون مثل ما تقول طير ما بشيء حر علي بس اخواني اخواني نحن قربنا نبغى نختم لان الوقت يداهم نبغى نختم تمام في ابو احمد في كلمه اخيره عن اللجنه من اللجنه بتوجهها للصقارين من لجنه الفرس ابدا ما عندنا شيء طال عمرك الصقارين طال عمرك مثل ما قلت لك اللي شار يطير قبل يشتري الطير عن في قدام اللجنه ما دام يشارك بعدين كون اللجنه دبي طلعت الطير ما قصت راسه سوت الاعدام موجوده شاره في ابو ظبي موجوده شاره في السعوديه موجوده شاره في هذا اذا احنا اخطانا في الطير ممكن يشارك في ممكن يشارك كله آخر شيء يرد الإنسان سواء المشارك ولا اللجنة مو بكتاب منزل اللجنة تحكم خبرته على الطير اللي تشوفه على الطير كونه يطلع لي واحد يقول لي والله الشاهين الفلاني ما موجود هذا الشاهين مو موجود يكلمك عن شاهين يقول لك هذا الشاهين موجود هذا الشاهين نسبته في الشواهين في العالم 3% موجود في الطبيعة منغرض تقريبا 300 ولا 400 ترى راشد علي طرح لو الكاسيني نعم. انا اقول حق علي اعطي نصيحه انك تدخل على جوجل الحين وشوف الكاسيني اللي في المزارع وشوف الكاسيني الوحش وسوي لي تليفون وعطني وجهه نظرك ان شاء الله نعم. انا عندي طال عمرك تعليق بسيط تفضل بالنسبه للحر اللي هو يبون العالم تشارك اللي بيشتري له طير يبغى يشارك يوم يصير ياخذ له طير ولا يعني مثلا انه يبغي طير يبغى يشارك بحر مثلا وهو يعني من مزرعه طالع ولا غيره نعم يطالع في الطير الراس اذا هو راس الطير هذا اها الراس ها المعلومه مهمه يا اخواننا هذه المعلومه طال عمرك لكل مشارك يبغى يشارك نحن بالنسبه لنا طير الفرز راس من تلقاها خنب شوي ساير للجير هذا مروح صوب السفنيت وغيره كلهم هاي الشباب يعرفون الصقاقير اضمنهم يعرفون هالشيء صح والصقاقير الاصليين اللي هم يعرفون الطير يعرفونه وحتى كل مشارك يعرفه هذاك التقاطمه شوي وينشاف وجهه ووجه وحش حر عادي ما خلط فيه لا الجير ولا السفنيت لان الخلطات هذه طال عمرك تروح فيها نسبه صح تعرف زاد شوي ظهر طال عمرك وجهه ووجه وظهرها طال عمرك سفنيت هذا انا كيف انا بظلم بطير فلان وطير فلان صح بعد ما يجي بس قبل يوم انا بجيز لكن بظلم باكستاني الحين نقول يا طيور طيب. كبار حرام 1400 حر ماشي الحين نعرف الحر شوف علي انا من 2004 في منغوليا زين كم وزن 1400 من 2004 سالف ايد امك لو ياك حر قبل 10 سنين 1400 شو بتقول شوف طرحنا شو بتقول سالف علي في انواع يا اخوي طرحنا فيها البيور طيب وصلنا للختام اخواني طرحنا فيها الشاهين نشكركم نشكركم سامحوني دائما الوقت ترى هو المصورين ترى واكر دوام الساعه 6 الظهر مشاركين بعد يسامحونا من الصبح موجود في الليل الحين مشاركين يسامحونا يا اخي ترى الانسان يغلط والانسان عنده خطا نعم وان شاء الله ان الامور كلها تكون طيبه نحن نشكركم ويوكم على توضيح ابو سعود نشكركم على التواجد معنا والله العظيم مثل اخواننا الله ولا نحتاج نحن ترى ما تفرز طير اخوي يوم دخل على 60 طير واستحضر رب العالمين انه بيسالك عن كل مباشر صح. هاي روح اهم ضغط على الراس وعلى التفكير وعلى القلب اي بريدر بحطه لا بريدر لا بريدر بريدر بيطلعه بيعرف بريدر والله يا بريدر عنده طلعنا طيور علي وشلون هلا ودون بريدر والبريدر يطلع ما جازر هذا ذكرني في كرة القدم لما تقول أبا حكم أجنبي لا لا حكم أجنبي لا حكم نحن نبوي نباعي البلاد ما نباعي البريدر العام وكان موجود نيل بريدر وحكموه في طير واحد من الطيور اللي مطلعتنه اللجنة قالها الطير مو بصافي انت صادق بشرهم بعد قال لهم الطير ترى مو بصافي اللجنة صادقة يوم تشوف طير مشبوه هني حلبها شيء بلا في الراس نعم تقول يلا بس ابري ذمتي من هالطريق نحن نشكركم لجنه الفرز نشكرك فاني بن احمد الصالح شكرا لك على تواجدك ونشكر سعيد العاي شكرا سالم عتيد نشكرك وياك ابي اتمنى ان الصوره وصلت نعم لو ما كان الوقت كافي توضيحها
مثل ما نبغي، لكن نتمنى انها تكون وصلت. البرنامج ترى برنامجكم متى ما بغيتوا. يا مرحبا بكم. راح ترى هاي معايا المعاشه بيننا عادي، ما في بالعكس بالعكس. لكن اليوم اليوم نحن طلعنا يمكن بتوضيح كبير. والله ان شاء الله نكون يعني توفقنا، وان شاء الله يكونون المشاهدين استفادوا ان شاء الله ومشاركين بالذات. بسعود شكرا لك. حمد بوهليبه شكرا. شاعر ما عندك قصيده اليوم؟ موجودة قصيدة. شكرا علي. شكرا أبو عيسى. أبو عيسى عندك مقترح قلت لي؟ نعم. بتطرح المقترح ولا باكر بتينا؟ باكر خلي في ثواني. ها في ثواني تفضل. سوولنا الرمز والرئيسي والنقدي، فلو يحطونا جروب 1 من نفس الخيول حق الرموز يعني في أربع الفئات في يوم واحد، والباقي يرتبونه على اساس شو يعني يوم واحد الرموز ثمان اشواط. اول يوم ثمان اشواط رموز. اي نعم تقد الاثاره بتموت الاثاره بتتابع اول يوم وخلاف ما بتشوف. لا لا لا. خلاف ما بتشوفنا ولا بتتابع برنامجنا يا ابوي اعلاميا ما طرحت مال البطوله بتموت. البطوله بتموت لان المستفيد فيها طال عمرك اللي بيشارك اول يوم يعني بيشاركون وبيشرون عنا ابو عيسى عند اسبوعين حق النخبه، لكن الطير الثاني عنده 10 ايام او 8 ايام او 9 ايام ليل النخبه بتموت الاثاره ابو عيسى. ما في فايده. ممكن نبغى نختم بقصيده من مبارك شاعرنا مبارك بن سعيد المزرعي. تفضل مبارك. قصيده في سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد. تستاهل تستاهل. الداعم الاول والرئيسي في المحافل والمجالات. يقول المواريد تنضب والبحر زاد ماء، ومثل فزاع ما يلحق خويه ظما ظما، يشبع اللي يجيه ويشبع اللي وراه، من عطاه الحسود يصيب عينه عمى، من علوم كرمه يشبع ربيع خوياه، ما رمى له السهم لكن ربك رمى، مثل قمة حفيث اللي ثقيل حصاه، ومثل شقر الحرار اللي هددها سما، من عطى الريس وقت ومن رفع مستواه غير حمدان ولا اللاش يسأل لما، ومن بنى بيت شعر وزين في عطاه، ومن زرع شعر وسقى لين غصنه نما، شاعر اللي ابتدى قمنا نردد وراه، نعشق اسمه وكل في قصيده هما، كل وادي مشاه وكل عالي رقاه، فوق حمرا عسيف وفوق كل دهمة، حاولوا يلحقونه قصروا عن مداه، كل ما حاولوا يصلون موجه طمع، حاولوا يلحقونه وقصروا عن مداه، كل ما حاولوا يصلون موجه طمع، كل شاعر إذا غنى يدور رضاه ويتسامى، وشعري في مقامه سما سامى، وشعري في مقامه سما. صح لسانك صح لسانك. اشكرك على هذه الابيات. اشكرك يستاهل ابو راشد. فيه لو نقول فيه ما نقول. الله يطول عمرك. نعم الله يطول عمرك. شكرا لكم اخواني. الله وجهك على القصيده. وجهك ابيض. وصلنا للختام. نتمنى ان تكون هذه الحلقه قد نالت اعجابكم واستحسانكم. غدا كذلك عندنا موضوع اخر مثير مع بطوله فخر الاجيال للصيد بالصقور. تحياتي عصام الخامر وتحيات طاقم العمل بقياده المخرج وليد البارودي والمعد عبد الرحمن المريسي. مع السلامه.